أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب نعتنا وسي أمس قلنا سنكتب هذا أعطى يعطي أعطى يعطي. بعد ذلك لم نجد الوقت وانتهى درسنا أو درسنا. تبشب ما هو المعدي؟ أعطى أعطى يا شباب أعطوا. نو أعطت أعطت أعطى أعطيا أعطوا أعطت أعطتا أعطينا أعطينا. طيب ما هو للمخاطب أو للحاضر؟ أعطيت، لأن هذا يأتي بالياء الأصلية أعطي أصله كان أعطي. نعم أعطى أعطيا أعطوا أعطت أعطتا أعطينا. أها ما هو بعد ذلك؟ أعطيت. يا شباب الذين معنا أعطيت. حضر ما نحتاج الكتابة بعد ذلك، صحيح أم نحتاج؟ صحيح. طيب أعطيت ها أعطيتما ها أعطيتم. نعم أعطيت أعطيتما أعطيتن. طيب أعطيت أعطينا. طيب ما هو المضارع شباب؟ هذا من باب إفعال ها؟ إعطاء. ما هو المصدر لهذا الفعل الثلاثي مزيد بحرف واحد؟ إعطاء. إعطاء مثل إسلام أو إفعال. طيب يسلم يعطي فنقول يعطي أعطى يعطي يعطي يعطيان. لا لا يعطون. نعم تعطي تعطيان يعطينا يعطينا. طيب يا شباب تعطياني. نعم تعطون
تُعْتُونَ يُعْتُونَ تُعْتُونَ نعم تُعْتُونَ تام نعم أكش على طيب تُعْتِيَانَ أكي أك أي أكشري تُعْتُونَ تُعْتُونَ نعم تُعْتِينَ نفس الشيء تُعْتِيَانِ نفس ما هو فوق هناك أصل كان تُعْتِيِينَ تُعْتِيِينَ طيب هذا هناك تُعْتِينَ ولكن قب قصد موجود هذا هناك صار الياء عندنا أكثر من واحد فحذفنا واحد تُعْتِينَ طيب أُسْلِمُ أُعْتِي نُوتِي فهمتم يا شباب؟ نعم لو نصبر وثم نرسل هذا يكون أحسن الشيخ زاهد طيب يا شباب أين وصلنا نحن أمس؟ نعم أمس أين وصلنا؟ نعم هذا نعم السؤال الخامس كان لدينا تعلم تعلم هل فهمتم أمس ما قلنا باختصار على هذين البابين أو بمناسبة هذين البابين قلنا إذا كان علم مزيد بحرف واحد وتعلم مزيد بحرفين هذا علم يفعل الرجل هذا العمل على آخره علم المدرس الطالبة طيب أما إذا كان الثقيل بحرفين تعلم معنى هذا الرجل تعلم بنفسه أصل قدسي ها نعم كما قلنا أمس كبر وسيغني كسي کی بڑائی کی يكبر عفوا تكبر وسيغني اپنی بڑائی بیان کی طيب غير ها ما معنى غير ما معنى غير والتغير ما الفرق بينهما شباب غير غير الأب ابنه غير الأب ابنه غير الرجل بيته طيب کسی چیز کو تبدیل کیا تغير وہ خود تبدیل ہوا تغير فهمت يا شباب غير اسے نے تبدیل کیا تغير وہ تبدیل ہوا نعم اظن هذا قد يكون لديكم مفهوم ان شاء الله طيب طيب نادى ينادي نادي نادى نادي نادوا ينادي طيب ماذا فعلنا ما هو المضارع تنادي احذفوا تاء هذا علامة المضارع أو حرف المضارع فماذا بقي هناك نادي طيب الياء يكون مجزوم حذف العلة مجزوم بحذف العلة هناك ماذا بقي نادي هذا فعل الأمر كما كنا نفعل سابقا للثلاثي المجرد نفس الشيء هنا إلا الشيء بسيط مثل أسلم يسلم هناك ندرس لأن سيأتي إن شاء الله عندنا الأبواب هذه على حده بإذن الله عز وجل دفع يدفع نعم نفد ويختم هو ينفد ويختم هو تاه تقول نفدت هذا أمس درسنا نفدت نسخ هذا الكتاب في المكتبة يعني نسخ الكتاب كتاب کے نسخے كتاب کی copies ختم ہوئے في المكتبة نعم شباب هذا مفهوم لديكم إيش أسأل نسمج مزمل صوب طيب سلم الشيء سلم القلم انظر يا شباب إذا كان سلم هناك سلم علي القلم معناه أخذه معناه عفوا أعطاه إياه لا أعطاه
سلم شيئا له اذا كان له اذا كان لا هناك ما هو اخذ واعطاه للشيء مثال مثلا نقول سلمت للطالب الكتاب معنى سلم المدرس للطالب الكتاب معنى ما معنى هذه الجمله يعني اعطى المدرس للطالب الكتاب فهمت شباب اذا كان سلم وبعد ذلك لام يعني حرف من حروف الجر لا معناه اعطاه معناه اعطاه شباب يا وقت السمجز يعني اذن جركيتو يعني سلم عليه قال السلام عليكم سلم له ها معناه اعطاه فهمتم يا شباب؟ نعم سلم الشيء له أي أعطاه إياه أعطاه إياه هذا إياه أمس قد درسنا مفهوم هذا لديكم يا شباب؟ طيب إياه إياهما إياهم إياها هما هن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إياك إيا يا إيانا طيب ماذا قلنا أمس ما هو هذا ضمير منصوب ضمير ولكن منفصل من ضمير منصوب منفصل طيب أمس قلنا متى نستخدم هذا إياه أبو مريم أغرى بنتي يا شيخ أبا مريم أبا مريم أيوة طيب أنا شو ورتي وناس إمشي الهوسبيتال على كل حال ماذا قلنا أمس يا شباب ها ما هو متى نستخدم إياه في الجملة إذا كان الضمير غائب مرتين يأتي لدينا إذا كان الضمير غائب نعم أو الضمير حاضر مرتين أو ضمير متكلم مرتين فناتي مرة واحدة منصوب عادي الذي قد درسنا والثاني بالإيا فهمتم؟ أمس ماذا قلنا يا شيخ؟ أعطى الرجل الكتاب الولد أعطى الرجل آدمين ديا الكتاب الولد كتاب لڑكيكو طيب؟ أتن كم ضميرا عندنا؟ أو لا كم مفعولا عندنا؟ مفعولين المدرس نعم أعطى الكتاب الولد أستاذ نے كتاب لڑکے کو دے دی كتاب تجي مفعول ولڑکے تجي مفعول طيب طيب أنا أقول مثلا أعطيت الولد كتابه أعطيت الولد كتاب من أعطيت الولد كتابا من لڑکے کو كتاب دے دی مفعولين طيب أعطيته ها إياه أعطيته إياه طيب ونغري تبديل ياسي ونغري مطلب أشنا الزمير زي هيك نية هاسي مغر أخ زمير آسي إذا كان لدينا ضميران والضمير الأول للحاضر والضمير الثاني لل ها يعني عندنا مفعولين عندنا مفعولين مفعول واحد حاضر والمفعول الثاني غايب فلا بأس فلنستخدم كما كنا نستخدم سابقا مثال أعطيتك هو I have given you to this أو that مثال أعطيتك هو تل شو نس مطلب الزمير جسے سب قسم اس نے استعمال کرن تل شو سمجھو نس تل شو نس پریشن استبدیل استعمال قسم اس کی اس کرو مطلب سب میں نے وہ آپ کو دے دی کس پر بنو اعطيتك هو لا باس به اعطيتك هو اعطيتك هو فهمت يا شباب نعم اعطيتك هما ودو كتاب میں نے آپ کو دے دی الى آخری مثل طيب فلا بس به طيب اعطيتك اياك مثلا الا مزال زي كي نيت طيب بیاکھ چیز اياك استعمال کرن اس قران کریم سچ اياك
الأصل مثلا ما نقول أصل يعني نع بودو كا ما معنى نعبدك؟ ما الفرق نعبدك وإياك نعبد؟ هذا ضمير منصوب وإياك ضمير منصوب، ولكن هذا متصل وهذا منفصل، وهذا لأي شيء؟ للتأكيد. إياك نعبد، أصله نعبدك يا رب ونستعينك، ولكن إذا قدمنا مفعول به فسبحان الله هذا يقول على أثبت شو مطلب إنسان هذا بس مطلب هذا بس يعني هذا العمل أنا أفعل ما أفعل إلا لك أو لا أفعل إلا لك يكون شو تاني يذكر كلام تيا أصل بجز إياك نعبد وأجل أو أي كذا كي بس تيري هي هم كرته عبادت خوتن كيا كيا هم كرته عبادت تيري مگر إياك شو شيء خاص بند هذا يخص المفعول أن نعمل لهذا المفعول خاصة إياك نعبد وإياك نستعين ما هو الأصل؟ ونستعينك نعبدك ونستعينك إياك نعبد وإياك تشكرن بنكون أنن خلاص يما هيك قولي استعمال قصد كنعبد كنستعين لا نعبدك ونستعين إياك نعبد وإياك نستعين جلو يشيش بني بارنا يسمك يا وزيدان بيل يشون أصلي هشناون كودره وني يكيه بانو سبق البداية يكيه اكسترا يليك تونه زورن سيتيس طيب سلم الشيء له أي أعطاه إياه تقول سلمت الدفتر للمدرس يعني يسلم سلمت الدفتر سلمت الدفتر للمدرس معنى يعني أعطيت الدفتر للمدرس طيب يسلم الدفتر مطلب يسلم الدفتر شو يعني مزارع سلم له يسلم له كلمة يعني يعطيه أعطاه يعطيه يا شباب هذا مفهوم لديكم نعم السطر الثاني أما سلم عليه فمعناه قال له السلام عليك وقد عرفت هذا من قبل يعني من قبل هذا الدرس اس سبق سے پہلے آپ نے اس کو سیکھا ہے چلائے يعني سنو سلم على ما معنى سلم على اس ایک نے سلام کی ہی ڈیلیور دا سلام ہی گریٹڈ مطلب اپان نہیں پڑھی اما سلم سلم له شنو دوری ولا سلم شيء سلم له پتہ اس کی حالت کی کتاب میں دینا ہوت شنو مفعول ہے ذری ایت او کہ هذا فعل المتعدي هذا الذين انتم تسمونه هذا ترانزيترو ورب نعم سلم ما معنى سلم يا شباب فقط سلم طيب سلم له سلم يسلم هذا مزيد يعني الثلاثي مزيد فيه ما هو الأصل؟ سلم 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 ما معنى سلم؟ نعم هذا فعل لازم أتو لازم مفعول زركين سلم هو ایک شخص سلامت رہا إنه أيم شو لازم سلامت ثم أتمرن أتدا أت بابس ما شو سلامت أيم أصلا ثم كيشو بانه يقول سلامت ٹھیک چھا سلم کیا کہوں میں نا وہ ایک سلامت رہا سلم الرجل آدمی سلم الرجل آدمی سالم رہا آدمی صحیح رہا آدمی بچ گیا ٹھیک چھا من الموت موت سے انظر یا شباب الى المثال سلم يسلم سلم يسلم انقلبت سيارته اس کی گاڑی الٹ گئی اور اس نے انقلاب انقلب اس نے قاف لام با قلب یہ لتے ان لفظ نے ایڈ گسن کتھ میں سلاسی مجرد سن سلاسی مجرد سن الف لام ان گسی ایڈ سو کیا بنی سلاسی مزید فیا اور اس برابر اور ایتن کیا بنی یہ شبر ایتن بالکل نسو یعنی اس پر شبرن لازم کیا چھو بنی مطلب اس پر چھنے مفہول زورت اس نے کہین انقلب الرجل آدمی الٹ گیا انقطع الحبل رسی ٹوٹ گئی نعم ادھر کٹ ہوئی نعم انکسر المکتب ٹیبل ٹوٹ گیا انفتح
الباب دروازہ کھل گیا کلیئر ہوتے ہیں نعم طيب انقلبت سيارته او نقول انقلبت سياره علي علی کی گاڑی الٹ گئی ولكنه سلم لیکن وہ سلامت رہا کلیئر ہوتے ہیں نعم یہ رہا اتر میں تو المسلم من سلم المسلمون سلامت رہے مسلمان من لسانی اس کے ہاتھ سے اور اس کی اچھے نعم ہاتی جمع الاسماء الاتیتی اللہ یہ شباب کیسن اکیاسن کیس مانا ٹھیلا اکیاس مانا ٹھیلے لوحتن لوحاتن لوحتن لوحاتن نعم باقو لوائح سچاسن بائلاز نعم لوحتن لوحاتن شباب معروف هذا هل اكتب على هذا نعم خريطة خرائط خريطة means map نقشة خرائط نقشة على وزن مفاعل ممن من السرب غلاف هذا قفل غلف او اغلف لا غلف كيف بنوتة وقالوا قلوبنا غلف خلاص نعم وقالوا قلوبنا غلف غلاف فعال كتاب كتب غلف نعم على وزن كتاب هذا صحيح ايش على وزن غلاف كتاب كتب غلف غلف صحيح شباب غلف غلف نعم لسان ألسنة هكذا نعم هذا غلف 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 مينس كورس ها غلافي طيب كيف بخيس ألسنة ألسنة لسان ألسنة نعم يد نعم ايدين اغري التاوس الايدي نعم ايش جمع منك الايدي نعم ايش جمع جمع نعم لوحه لوحات باقي ايش كيس اكياس هكذا اكياس ما تذكروا دي خريط خرائط خرائط مينس نقشي نعم وتاجا سوري كلير الدرس التاسع طيب ها ماجد فوق تحت اجا ماجد الفوق تحت يا شباب ماجد الفوق تحت نعم ديد ما معنى ديد زيد مينز اپوزيت مگر اپوزيت اس مجھے تھوڑا تھوڑا فرق تھا یہ غلطی اڈ لو کر گسن زيد اس مجھے واریا لوکن غلطی میں وریا تو زہری نے نعم پرت کوئی چیز اس چھن اپوزيت آسن کہ یہ من لوک چھن غلطی زن اپوزيت کرن تم چھ آسن مسکولائن فیمینائن مثال الاب ات کیا چھ اپوزيت حقی ونن آرے صبح علوم سونا تک لڑائی مول موجود ہوئے الابس چھنے اپوزٹ کے الابس چھنے یا سی انٹانی مدر کیا تمہیں چھو فیمنائن مدر پرس کوئی چیزا شریف ہوئے مطلب مسجد یا کیا چھو اپوزٹ نیور کی ہی ٹھیک شز گو اس ونن چھو اپ حمزائر اپ ڈاؤن چھنے مثال اپ چھو اپوزٹ ہز رائٹ لیفٹ چھنے in front behind یمن چھ کیا چھ اپوزٹ ڈائریکشن مگر مرد اچھن زنگ اپوزٹ کی اچھ زنگ مسکولن اور یمن چیزن مذکر مؤنثک کانسیپٹ چھ ناسن کی یمن چیز من مذکر مؤنث کانسیپٹ اکثر چھ مطلب وچھو اگر ایک کیس اسنا جنس اگر مذکر مؤنث اسن کی جنس اگر مذکر مؤنث اسن تتمز اسن زیاد ازاد یہ سن ہمیشہ مطلب یوس سپیشیز یتمز
مُذکر تہٕ مونس چھُ آسان تَتھ منٛز یی نہٕ اَپوزِٹ نیبر، تَتھ منٛز یی نہٕ اینٹانیم زٕہٕنۍ. مِثال کے طور پر اَسہِ چھِ ہیوٗمَن سپیٖشیٖز، اَتھ منٛز چھُ میل فیٖمیل چھُنہٕ حظ. اَسہِ چھِ جانورَن منٛز نیٖتو تۄہہِ کاو آکٕس، یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ مسکیوٗلاین فیٖمیل، یہِ چھُ مُذکر مونس، یہِ چھُنہٕ ہُہ مطلب اَپوزِٹن کِہیٖنۍ. تہٕ یِمن وۄنۍ چھُ پروفیشنس منٛز ہیٚکہِ ٲسِتھ، پروفیشنس منٛز تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. مِثال کے طور پر پروفیشنل نیم چھُ، تَتھ منٛز ہیٚکہِ ٲسِتھ بعض اوقات اَسہِ اَپوزِٹ. کِتھ پٲٹھۍ؟ ظالِم عادِل، ظالِم میٖنٕز ظُلم کَرِ والا. اچھا ظالِم، أمِس ہیٚکہِ مُذکر مونس تہِ بٔنِتھ ظالِما، عادِل عادِلا، چھُنہٕ سی. گوٚو یُس پروفیشنل نیم چھُ آسان تَتھ منٛز ہیٚکہِ اَڑٮ۪ن زِد اَزداد گٔژھِتھ، اَڑٮ۪ن سارنٕے گژھِ نہٕ طبیٖب، أمِس کیٛاہ لیکھو زِد؟ أمِس چھُ مونسٕے طبیٖبا. مگر عادِل، عدل کَرنے والا، صِفت، صِفتَن اَندَر ہیٚکہِ بعض اوقات اَپوزِشَن گٔژھِتھ. ظالِم ہیٚکہِ بٔنِتھ تَتھ، عادِل ظالِم، طیب اَندھیرا چھِنا، الظُلمات اَتھ وَنو النوٗر، طیب الی آخری نہ ما ضد فوق تحت. یلا یا شباب، الدرس التاسع، الدرس طيب طيب ورس کو نظر ايش يمرو تي پڑھو تاسي ما هو يا شباب حذف نون المثنى عند الإضافة عند الإضافة تجربة اس کے سبق چھ وس پڑھن ڈول مثنى مثنى کتاب کتابان کتابن چھ نس کتھ کر کس کمن کتھ کر دون کتاب یعنی زد کیس زا آسہ کلیر چھا اور بیٚیہِ کر ییٚلہِ سُہ مُداف آسہِ تہٕ یورٕ آسہِ پتہٕ مُضافلے بدل کیٛاہ تھایہِ مِثال کے طور پر شباب مےٚ چھُ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ ووٚنمُت طالِبُن شباب شباب اَتھ کیٛاہ یی طالِبانہِ تۄہہِ أمۍ بِلو تۄہہِ مُداف طالِبُل مدرسَتہِ یَتھ کیٛاہ گوٚژھ تیٚلہِ گژھُن طالِبانِل مثلا فِلحال مدرس اَتہِ أتی تھٲیزِ کٔرِتھ کٲم یہِ چھُ تۄہہِ گرٛیٖن کَلَر یِوان اَتھِ سُہ تھٲیِو ہَٹٲیتھٕے اَسہِ چھُنہ حذف نوٗن یعنے نوٗن ڈِلیٖٹ کَرُن اِندَل اِضافہ ییٚتٮ۪ن اِضافت آسہِ یہِ اوس طالِبانِل مدرس اَتہِ وۄنۍ کیٛاہ یہِ پَرِ یہِ طالِبَل مدرس مطلب لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ طالِبا المدرس تہِ مدرسے کے دو طالبہِ علم یہِ چھُ نہٕ طالِبان ییٚلہِ مدرس تہِ تہِ چھا سَمجھوان تۄہہِ قلمُن تَلہٕ حظ کٔرِو استعمال شباش تۄہہِ اوس ایک آدمی کا قلم یہِ ہیٚکہِ نہ ضمیٖر تہِ ٲسِتھ مُداف لا یا شیخ ضمیٖر 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 قلم ہوٗ تۄہہِ وۄنۍ چھُ ہُمۍ سٕنٛدۍ زٕ قلم قلمانہِ ہوٗ مثلا نوٗن کوٚت گژھِ ہو تَتہِ کیٛاہ درٛاو قلما ہو ما مانا قلما ہو اوس ایک مرد کے دو قلم کِلیر گوٚو تۄہہِ اوس ایک مرد کے دو قلم ییٖژاہ نہ تۄہہِ جنس منٛز تۄہہِ میرے قلم میون اکھ قلم قلمی میرے دو قلم مِثال قلما قلمانی مِثال ژٔٹتوس نوٗن قلمایا قلمایا کِلیر گوٚو تۄہہِ حظ اوٚتانۍ آوا سٲنِس یَس منٛز نوٗن چھُنہ ہَٹپ حضف زور چھُ سَمجھاوا یِتھ پٲٹھۍ چھُ فوٹو تُلُن رَس کھنٛڈ ٹھیٖک ٹھیٖک اِنشاء اللہ طیب أتی کٔرۍزِ صبر
Qala mani. Yi kya shakal chi? Musanna. Musanna magar marfu bi thubutin nun. Chnas? Qala mani. Chnas marfu bi thubutin nun. Tayyib. Marfu bil alif. Afan, oh afan. Marfu bil alif. Megwala. Marfu bil alif. Hada laysa jama muzakkar salif. Hada musanna. Qala mani marfu bil. Marfu bil alif. مرفوع بالالف نعم طيب قلا ميني ميني ها مجرور منصوب ما هو مجرور منصوب بالياء منصوب بالياء ومجرور بالياء اتكلم بقى اتس ايش رايك دونوں شكل هي شيء كذا كلير چا کہ الگ لکھو اس پر بچا دیں کہ کیا ہوئی ہے قال مين اي كچو ها مجرور بالياء مجرور بالياء طيب ترى جمله بس انو كلامان مرفوع شكل بس مگر كيس اسن مثنى مضاف حذف النون طيب طيب شباب هذا قلم المدرس المدرس سوري هذا مين قلم ز قلم ايا طيب هذا قال ترى يبو شيء كم موجب سهل غست موجب هذا Hadani haza machal hadani qalama al mudarris killer gwas hadha qalama al mudarris pat kaise pad jaldi qalama al mudarris hadha qalama al mudarris killer gwas zostup samjho tayib رأيت میں نے مدرس کے دو کلموں کو دیکھا قلمین نون ما ای لکھنے قلمیل مطلب قلمی لفظ ٹھیک ہے المدرس قلمیل مدرس کلیئر گوز ہوتے تھے طیب کتبت بی میں نے استاد کے دو کلموں سے لکھا سیم یو تھنک برابر کتبتو بی قلمائی کھلی چین پچھت کس رہا قلمائیل مدرس او تینے وہ سوری سمجھ جاز يقول صراحت شيء سري نعم تمام يا صاحبي السجن الى الله تعالى القران بس قربان حضرت يوسف صاحب نزي يتم جلس بس جوانش تم كي وانت اي مانيو ديو جل كيو ساتيو صاحبو يا صاحبي ني شنو يا صاحبي السجن اي جيل كي دو ساتيو ميري دو ساتيو هذا صاحبي نون غره پر حذف نعم يلا يا شباب نعم الدرس التاسع المدرس ايش مدرس وانا اين قلمايا ما معنى انا قلمايا ما هو الاصل قلماني قلا قلماني شو كي بعد ما قال شيء قلماي وتزري انا استوي شيء نعم فتحه ارضيه اين قلمايا ميري دو قلم كهاه بصوت عال اونچی آواز کے ساتھ یعنی استاد زور آواز اے این قلم آیا میرے دو قلم کدھر ہے ارائیتم قلمی منصوب حرکن کیا ہو سی حرکن گوڑنی گوز قلم آیا یعنی قلمانی قلم آیا ایشو مرفو کلیر چا مرفو بل علف چھنا میم بد علف سیتی ارائیتم کیا تم لوگ نے دیکھا ہے لڑکو قلمی قلم وچو یہ کتنا قلم ہے یہ تجدید اچھا یہ ز یہ تو فوٹو تولن تاونس ہا بے بس کلیئر گوئی تے طيب اخر میرے